أهلا بكم. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصلت إلى تونس اليوم طائرات المساعدة الطبية العاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي تهدد النظام الصحي التونسي. تسلمت تونس المساعدات الطبية التي وجه بإرسالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصفة عاجلة، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد لدعم جهود بلاده في مواجهة الأزمة الصحية الصعبة الناجمة عن ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا وبلوغ أعداد الوفيات أرقاما قياسية. وتولى مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بالنجاعة العالية وفي وقت قياسي عبر جسر جوي من المملكة إلى تونس، بلغ طائرتين وما تزال أخرى منتظرة. الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان مكنه من سرعة الاستجابة خلال 24 ساعة، أن يسير جسرا جويا بمستلزمات دقيقة وحساسة حقيقة وذات أهمية قصوى في مجال التعامل مع آثار كورونا سواء من ناحية الوقاية أو العلاج، تسيرها خلال 24 ساعة. وتتضمن المساعدات الطبية السعودية أكبر كمية من اللقاحات تتلقاها تونس من بلدان شقيقة وصديقة، وقد بلغت المليون جرعة، بما سيمكن تونس من رفع نسق تطعيم المواطنين بعد النقص الكبير المسجل في عدد اللقاحات، مما تسبب في تعليق عمليات التطعيم في عدد من المراكز في البلاد. وتضمنت المساعدات السعودية لتونس أجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة مكثفة للأكسجين وأجهزة لتخطيط القلب ومضاخات أدوية وريدية وتجهيزات إنعاش وغيرها من الآليات الطبية عالية الدقة وحديثة التكنولوجيا، وستزيد في قدرات المستشفيات التونسية على استكشاف الحالات الوبائية ومعالجة المصابين بالفيروس وإنقاذ الحالات الخطيرة بعد أن كانت المستشفيات التونسية تجد صعوبة في استقبال المرضى وعلاجهم لنقص في التجهيزات. إعانات جت في وقت احنا في أزمة صحية، الجسر الجوي السعودي التونسي هو يعاوننا احنا كجيش أبيض لمواجهة هذه الجائحة، وإن شاء الله نتجاوزها في القريب العاجل. وشهدت قاعة المطار الرئاسي في تونس توقيع وثائق تسلم تونس للمساعدات الطبية السعودية والتي ستتواصل في جسر جوي طيلة يومين آخرين. بهذه المساعدات الطبية إلى تونس تؤكد المملكة البعد الإنساني في علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، وتؤكد أساساً أن الاستثمار في القطاع الصحي يضمن سلامة البلدان وسلامة العباد.